السلام عليكم. سلام لاله، كي دايره؟ لاباس عليك. سمحي لينا، حنا ما جيناش، انا هي الاخت ديال الدري اللي ضرب ولدكم. حنا ما قصدنا، حنا ما بغيناش نجيو عندكم، وانتم عارفين انتم راه مضرورين من حد جهه، لان الاخ ديالكم او ولدك لاله حنا عارفين، كون جات حنا في خونا حنا نضروا اكثر منكم، حنا غنجيو حنا نغوتوا حنا نديروا، ولكن هذا الشيء لا في الاستفاده ديالكم لا في الاستفاده ديالنا. حنا امهاتنا في ضرر، وهي ما راضياش بولدها وما راضياش بولدك انتيا، راه دايره بحال ولدها. واللي بغيتو نديرو معاكم نديرو معاكم، حنا تنطلبوا منكم السماحه. حنا ماشي ما بغيناش نجيو عندكم، انا الاخت ديالو الكبيره، ما انا ضريت كثر، يعني انا بلاصتك ضريت كثر. من حقك تهضري على خوك، من حقك تقولي اي حاجه، وحنا متفهمينك ومتوقعين اي حاجه منك، وحنا اختي تنطلبوا منك السماحه والمغفره والله العظيم. واللي صراحه اللي درتوها حنا معاكم، حنا تنطلبوا منكم عي السماحه، ومن الوالده ديالي ومن الاخت ديالي ومن الاخ ديالي وكل شيء، حنا تنطلبوا السماحه منكم. تنتمنى بصح انكم تستقبلونا ونجيو نتصالحوا، واللي طلبتوها منا حنا قابلين عليها. بغيتو نديرو لكم الجميل مرحبا، بغيتو اللي بغيتوها معنا مرحبا. حنا ماشي كاساس خويا، ماشي كاساس خويا، انا ما غاديش نجي كاساس خويا، حنا تنجيو كاساس بيننا وبين اللي خلقنا، لان هذيك الصوره عند الله سبحانه وتعالى. وخوك درويش وانتم اللي عمرها دار، وصراحه تقال حنا تنطلبوا منكم بزاف عاد السماحه. حنا شفنا فهاديك الولد ك اي واحد ممكن تعرض للضرب او اي واحد متعرض للجرح ولا اي واحد، حنا نتعاطفوا معاه، سواء كان خويا سواء كان واحد اخر اللي ضرب، حنا نتعاطفوا معاه، غلط تيوقع. وحنا دابا تنطلبوا منكم السماحه، والله العظيم بغينا نجيو لعندكم، والوالده ديالي بغات تجي عندكم، ولكن ما لقاتش كيفاش تجي عندكم، لان قالت الناس مضرورين بحاله، يعني ماشي اللي تسمح انها تمشي وتجي لعندكم. انت ما كرهناش حنا نجيو ونوقفوا معاكم ونديو للسبيطار ونكونوا حنايا، وتا هي راه بحال الوالده ديالو، تا هي راه بحال الوالده ديالو، يعني الدري يعني الدري راه بحال خونا. حنا اختي ما نضروكمش، حنا ما باغيينش نضروكم، حنا بغينا هذاك الولد يتعالج، وهذاك الولد الوجه ديالو يولي بخير، واللي بغيتوها حنا معاكم، وسمحوا لينا بزاف عاد. وانت خايب، ما عمرنا شفنا منك كلمات العيب، ما عمرنا شفنا فيك شي حاجه، عي على الوجه ديالك، عي الصوره ديالك، باين دري زوين وباين دري نقيقي ولا عمرها دار. واخا نتلاقاك بالزنقه ما غاديش نقول انا راه داك الدري خايب، ولا وجهك جواك وجهك تيقول لينا على اي حاجه واقعه، فهمتي؟ انت اللي عمرها دار، وخويا اللي تنطلب منك السماحه، تنتمنى منك تسمح لينا كنيابة على الأخ ديالي، أنت كأخ ديالي وكنيابة على الأخ ديالي، تنطلب منك أنا، ما تحسبنيش أنا أختو، حسبني كأني تلاقيت شي واحد في الزنقة وطلبت منك السماحة. أنا تنطلب السماحة من الله سبحانه وتعالى، لأن هذاك الصورة ديال الله سبحانه وتعالى. وأنت خويا، ماشي خويا خويا تلاقيتك في الزنقة ولا تلاقيتك، أنت خويا بصح، أنت خويا راه أنا نتلاقى أي واحد بحال هكا كاينه، راه أنا تيضرني خاطري، ماشي انا اساس نتعاطف مع خويا من لحمي ودمي، ماشي بالشرط انه يكون من لحمي ودمي، راه خويا حتى اللي غادي معايا في الزنقه، خويا راه حتى اللي تيحميني في الشارع، خويا راه خوتي راه على 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 كل شيء. انا حتى انا خدامه، حتى انا تنخرج الشارع، حتى انا تنبغي اللي يدافع عليا، حتى انا تنقع في مشكل، حتى انا بزاف الحوايج، وانا حسبتك انت خويا. الا تعاطفتي معنا حنا اللي طلبتيها منا، حنا عندنا الدواء، حنا ما بغيناش نجيو لعندكم، ما بغيناش نجيو لعندكم لانكم نتوما معصبين. وحنا من هذا المنبر حنا دابا تنطلبوا السماحه وتنطلبوا الصلح، وحنا اللي بغيتوها حنا في عاركم، وحنا اللي طلبتوها حنا متقبلينها، وانت الاخ ديالنا وعتق الاخ ديالنا، وهو راه عنده وليد وعنده مراته، وماشي خايب، وهو خدام، وماشي شي واحد خايب، وساعه الغضب تتوقع والشيطان تيحضر، وباش حنايا ما نزيدوش وما نسمعوش الراي ديال الانسان، ونبقاو نتصنتوا لهذا ونتصنتوا لهذا، نتصنتوا لقلبنا قبل ما نتصنتوا لواحد اخر، فهمتي؟ هو راه ما خايبش، وسول عليه، الا قال لك هذاك الانسان خايب ولا جا عمدا باش يضربك، راه ما جاش خويا عمدا باش يضربك، الغلط تيوقع. كأنا كواحد اخر
اي واحد، حتى واحد ما يجي ويقول لك لا انا ما نديرش ولا انا ما نفعلش. اي واحد ممكن يضرب، اي واحد ممكن ساعه الغضب يمكن له يدير اي حاجه، ساعه الغضب اي واحد يجي يحرضك، فهمتي؟ انت تصنت لقلبك، انت خونا وهذاك خويا، وخويا الله يرزق المحبه بيناتكم. ونتمنوا نتسامحوا مع بعضياتنا وترجع ميان مجاريها، وتنتهي ترجع لك الوجه ديالك نصلحوه، واللي بغى الله يليها تكون. وشكرا.